دندنتنا لليوم مع فنانة هوة الفن في سن صغيرة، ولكن صعوبة التواجد في هذا المجال أخذ منها الكثير من الوقت حتى تثبت وجودها من خلال موهبتها. معنا اليوم صاحبة الصوت الجميل الفنانة فادية العايدي. هلا فيك ساعة باب. أهلا فيك يا حبيبتي. بداية فادية، عرفينا عن نفسك أكثر. مين فادية؟ متى بدأت بالتحديد في دخولها للمجال الفني؟ أنا الفنانة فادية العايدي، بدأت ما شاء الله تبارك الله من تقريبا 20 سنة. ما شاء الله تبارك الله، يعني بدأت في سن 13 سنة تقريبا. حلو. بدأت الفن، كانت الله يرحمها أمي وأبوي يشجعوني على هذا المجال، رحمة الله عليه. وبدأت أتقهوى بعدين مع الزمن. يعني حلو، في بداية عملك في الفن كنت رافضة الظهور، فنبغى نعرف إيش الأسباب؟ والله كنت صغيرة وكانت الدنيا مو زي كده، يعني مو زي دحين التفتح ولا السوشيال ميديا، يعني كان الوضع مختلف. وأنا كنت صغيرة وأخاف، وأبويا مات وعمري صغير، فكنت أخاف أكمل الطريق لحالي، يعني كانوا على طول معايا. فلما بدأت أكبر حسيت أنه الوضع عادي، يعني بحجابي وكذا. وبعدين بصراحة كنت أحس أنه الفنانة مو يعني ما ينفع انه تطلع بحجاب، يا تطلع يا لا. فكان الشيء ده مرددني وانا بس الآن مقتصرة. أتوقع الفترة هذه اللي موجودين فيها كثير من الفنانات ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساحة الفنية وهم مرتدين حجابهم، ايوه، عشان هذا كذا سهل عليك الكثير. ايوه حسيت انه عادي لما تفرجت على البرامج انه عادي بيطلعوا بحجابهم، فحسيت انه ما في مشكلة يعني. حلو. طب اليوم بما اننا خميس فحابين كذا تدندنين، ترجعينا للطرب الاصيل، فايش راح تسمعين اليوم؟ اسمعكم مستنياك. اوه ما شاء الله، حلو. اعطيك المايك. حبيبي مهما سافرت ومهما بعدت ومهما غبت، يا روحي عني قريب مني، مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق، مستنياك تعبت تعبت من الأشواق، مستنياك وانا دايبة يا عيني من الفراق. حبيبي حبيبي. الله عليك، الله عليك. الله يسعدك، ما شاء الله تبارك الله. طيب بما انك بس خلينا نرجع كذا شوي ورا، بديتي في الفن من 20 سنة الين اليوم فادية، لأي درجة طورت من نفسك في هذا العالم؟ والله شوفي، أنا أول ما بدأت حسيت أنه بواكب العصر، بغني زي الناس الأغاني المعتادة. بعدين حسيت أنه ليش ما أعمل شيء لي، يعني ليش ما أكون فنانة مستقلة بطابع خاص بأغاني مختلفة. فحبيت أني أغني يعني أشياء خاصة لي، والحمد لله حققت الشيء هذا. حلو. قدمتي إلان اليوم في الساحة الفنية 5 سناقل، فكلمينا عنها. أول عمل عملته درب السلامة، كان من الأعمال المحببة لي، حسيته ولدي عشان شيء. أول شيء لي. بعدين عملت تخليت، طبعا كلهم كانوا من ألحان الشاعر الملحن عفوا سلطان الشريف، كان رائع، هو اللي بدأ معايا في هذا المجال. وعلى فكرة كل الأعمال انعرضت لي، يعني أنا ما بحثت، كنت أتمنى الشيء ويعني ينعرض لي الحمد لله. وكان من أصعب الأغاني السنجل اللي غنيتها أغنية واحد ما يسواش. ليش؟ لأنه أغنية مغربية، اللهجة مختلفة، وكانت مرة صعبة علي، وكنت في البداية رافضة أني أقبلها. فقال لي وسمعنا انك بالعراقي تجيدي العراقي، فان شاء الله انك تقدري على المغربي. حلو. فقعدت اتدرب اسبوع وقعدت مريضه اسبوع. طب ايش رايك نسمع كوبليه منها؟ منها اصعب اغنيه قدمتيها.
سمعينا. ما تهمني انت ولا غيرك، ريح لي ضميرك، واللي درتيه انسى قلبي والله ليك مسامح. اللي صار كله بسبابي، انا شريت عذابي، غير ثيقني والله كلامي لكره كله واضح. والذنب ذنبي أمري لربي، غمرت بقلبي وعطيت الواحد ما يسواش، ديرها بيدي راسي يا سيدي، صفي يا ودي أصلا طلعتي لي في الراس. عليك. طب فاديه، هل تقدري تعتبري ان الفن هو مصدر دخل كافي خصوصا للفنانات يعني في هذا الوقت والمنافسه كبيره جدا فيما بينهم، ولا لازم يشوف له شيء ثاني؟ والله ابدا الفن مو دخل اساسي ولا كافي؟ ولا كافي، يعني اكيد انه لازم الواحد يشتغل على نفسه في مجالات تانية، لانه الفن مو شيء ثابت، يعني ما هو شيء شهري، ولا هو يعني بالصدف على حسب الحفلات والزواجات وكذا، وكل واحد على حسب إبداعاته بيشتغل في ذا المجال أو لا. وما شاء الله عليك، يعني أنت متواجدة الآن في كل مكان، في الزواجات، في المطاعم، في الحمد الكافيهات، لله. ما شاء الله تبارك الله. فكيف توصفين هذه التجربة على المستوى الشخصي؟ والله شوفي، الفن عموما يعني أنا كفنانة قديمة، من أصعب يعني من أصعب التجارب اللي أنا اشتغلت فيها الفن، يعني ليش؟ لأنه متعب جدا ومرهق جدا، ولازم تقابلي الناس بشكل وستايل ولبس، بالذات يعني في الزواجات يعني، وبعدين لازم على طول أكون مبسوطة حتى لو وتسعدة أنا ومفرفشة بالضبط، حتى لو أنا كان عندي ضغوط أو زعلانة أو تعبانة ما أقدر أعكس ده الشيء للناس أبدا. هذا دور الفنان طيب الأساسي في كل مكان، بيقدم فنه مهما كانت الظروف. بالضبط إحنا أكثر ناس ممكن نستوعب هذا الشيء. بالضبط، أنا توفت أمي وأنا في فرح. أوف. أيوة، فحس يعني الله يرحمه. يعني أنا أصلا رحت الفرح وأمي تعبانة، فكان من الصعب جدا اني اشتغل في ذاك اليوم، بس ما كنت، انا من الناس الحمد لله اللي ما اعتذر ابدا ايش ما كان السبب قوي. والحمد لله يعني تعديت مراحل كثيره في حياتي صعبه بالمجال ذا، بس مجال الكافيهات متعب ومرهق اكثر طبعا، خصوصا انك بتواجه يعني جمهور من الشباب والبنات. المضايقات هذه شيء لحاله، جوالي مليان بلوكات يعني المضايقات هذا شيء مفروغ منه الموضوع، بس بالنسبة للتعب في الشغل نفسه إنه بستنشق شيشة ودخان ومتعب يعني عن الأفراح مرة. طب إيش رأيك نسمع أغنية كمان من صوتك الجميل؟ أوكي، من السناجل ولا اللي ودك اختاري. طيب مثلا أسمعك شيء من السنجل، شيء رأيك؟ نسمع. حبيبي قلي لا نسيت، وش غيرك غيري هويت، وين الوعد يا غالي، خيبت كل آمالي، وغيري أنا حبيت، غيري أنا حبيت، عايش حياتك في كذب، والحب عندك بس لعب، تحلف تقول تهواني والغيري تحلف ثاني، تكذب تقول حبيت، تكذب تقول حبيت. الله عليك فادية، سعدني بتواجدك اليوم الله يسعدك معانا، حبيبتي. ونتمنى لك كل التوفيق الله في المجال الفني. هل في جديد وحصري حابة تقولي لنا هو قبل ما نختم؟ إن شاء الله بإذن الله، يعني مفكر أني أعمل عمل جديد بإذن الله أنه يعجبكم. أنا كمان انبسطت مرة معاكم، وشكرا لاستضافتكم لي في البرنامج، شكرا لك حبيبتي. بالعكس، الشكر لك، أنت مريحة جدا في التعامل، الله يعطيك العافية. شكرا لقناة روتانا، يعطيكم العافية. الله يعافيك.
فادية، وأكيد يعني مثل فادية والكثير اللي بيكونوا معنا في برنامج ساعة شباب، دائما بنقول لكم الدعوة مفتوحة للجميع، كل اللي عليكم أنكم تراسلونا على حساب البرنامج على تطبيق الانستغرام ساعة شباب الظاهر أمامكم على الشاشة، وتتواصلوا معنا وتقولون عن موهبتكم، وأكيد فريق الإعداد راح يرد التواصل ويتواصلوا معكم وتكونوا معنا هنا في الاستديو. أنا أقول لكم أكيد إن شاء الله بإذن الله راح أشوفكم الأسبوع القادم، وأتمنى لكم ويكند سعيد، مع السلامة.